نيجي لبرج العقرب. برج العقرب كان الفترة اللي فاتت متوتر ومخنوق والدنيا عنده مش حلوة. بقول لبنات العقرب، انتوا عندكم هتخرجوا من حياة عاطفية، عندهم مشاكل عاطفية بنات العقرب، هيخرجوا من حياة وهيخشوا حياة جديدة، أو هم ما بقوش راضيين على الحياة اللي هم فيها. حتى لو متجوزين، حتى لو متجوزين عندهم مشاكل ومحتارين، لأن ست العقرب لما بيحصل مشاكل كتيرة أو حاجة خلاص بتدور على حد تاني. فهي دلوقتي نفسيا مش مظبوطة، اوكي، عندها تغيير. ست العقرب عندها تغيير عاطفيا. راجل العقرب عمليا الدنيا عنده هتظبط قوي، او ابتدت تظبط بالفعل، اوكي. وفي كان سفر المفروض كان يسافروا الفتره اللي فاتت ومتاجل، بقى في حاجه بديل ليه، بعت حاجه، جاله ايميل، حاجه حصلت بديله، اللي هو الشغل الفتره الجايه ماشي كانه سافر. تمام، اوكي.